رجعوا ورا وازعجتوني ترى ما لكم لازم انتم ايش خلتوني توزعوا زين وارتاحوا اي انت مو سعيد عليكم السلام مرحبا ابو ساره حيا الله ابو ساره العلم الطيبه كلها والاخبار الزين اوقاك الله على الشعب هذا وانا والله المرعان حول نزل حشر سعيد انا اروح لا والله ما ننزل غير هو يا ابو ساره انا طالبك انت استخير الله ما نستخير الله استخير الله كلم 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 يا رجال استخير الله في امرك اركب ما والله كلهم مات بعد كلهم ناخذ عسافه مره ثانيه ونخلي بحر ونخلي سعيد وحشر لا ما تروح ما تروح خلينا نعم ضحك ضحك كذا قام يرص عمره لا هذا والله للتكم هذا حيك حيك شاطر بعد قربنا قربنا للبلي بحر قربنا انا متحمس اكثر وشو متحمس مره واحد واحد متحمس شوف 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 من أبا خطيب من أول يمشي برينا على سيارته يقول ره ليه وقفت وقف ليه مشيت مشي ما أدري وين رايح لو قعد برمبة هنا لن بكرة ما أدري وش هو اي والله يا أبوي أصبر بس إنه مجنون أصبر والله أنا والله لا جنن خلنا نرجع من نفس الطريق والله اللي يرجع رجع رجع بالله رجع بيقول وين رايح وين بقول المكان وين احنا ضيعنا ابو عمر احنا وين ضيعنا العزبه والله ما ندري اني اقوين انا ادري عنه